رمضان كريم عليكم ولو نحن بنهايته. إن شاء الله كورونا ماكو بالموصل. راح نحكي معاكم باللهجة المصلاوية، هاي اللكنة الحلوة الموجودة بمحافظة نينوى المليانة تراث وحضارة. مرت على أهلها كثير أحداث واشتهروا بأمور كثير حلوة، أبرزها المطبخ المصلاوي اللي بينه كثير أكلات ما حد يطيق ينافسهم بيها. من أشهر أطباقهم الكبة الموصلية واللي ممكن نشوفها بكل ماركت نتسوق منه، شكلها دائري أو هلالي. تعمل أيادي النساء على صناعة هاي الكبة مراحلها العديدة: وضع اللحم على العجين، طوي العجين على اللحم وسلقها، وأكو قسم يقلوها. وعلى طار القلي، عندهم أكلة القلية ما يتنازلون عنها بداية رمضان وحتى العيد. تتكون من قطع لحم وبصل، تنطبخ لحد ما تتحمر وتضاف إلها التوابل والمي، وأكيد ريحتها هنا ولا أطيب، ما يختلف عليها اثنين، عكس أكلة الباتشة اللي يحبها بشدة قسم من الناس والقسم الآخر يبتعد عنها. لكن الموصلية منها مشهورة جدا حتى ببغداد ومحافظات أخرى، فالأكل الموصلي يضرب به المثل كل بلاد الرافدين. لبرنامج ألف عافية، علي مروان، يو تي في.